بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم بيوت الصائمين. في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأفكار وبعض الحركات وبعض الطوائف التي كلها ما هو إثارة الفتن وزعزعة الوحدة الوطنية، واستخدموا الإنترنت وبعض المواقع لترويج سلعهم وأفكارهم الهدامة لزعزعة معتقدات أبناؤنا وشبابنا الدينية. ولكن قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. اليوم سوف نحدثكم عن مخاطر الإنترنت وترويج بعض الأفكار والسلع الهدامة لبعض الطوائف الخارجة عن الدين، وأيضا سوف نشرح لكم الإسلام ورؤيته للأديان الأخرى. ولكن قبل أن أبدأ حلقتي، معي ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ خالد حربي، مدير موقع المرصد الإسلامي. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. في البداية عايزين نتكلم يعني أو كيف نحمي أبنائنا وأنفسنا من مخاطر الإنترنت وترويج بعض الأفكار والسلع الهدامة من بعض الطوائف الخارجة عن الدين. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تحدث مشكلة لابد ان احنا ننظر في البعد التاريخي بتاعها. نعم. هل حدث عبر التاريخ ان مر المسلمين بمحنة مشابهة او بمرحلة مشابهة لما حدث، ثم ننظر كيف كان التعامل الصحيح مع هذه المحنة او مع هذه الازمة، ونستقي من التاريخ انجع وافضل الحلول للتعامل مع هذه المشكلة. نعم. احنا لو نظرنا مثلا للعهد العباسي، الدولة العباسية الثانية، هنجد ان كان في عدد كبير من بغداد مثلا اللي هي كانت مقر الخلافه وقتها، هنجد ان كان في عدد كبير جدا من الافكار والمذاهب والفرق والطوائف، كان منها المسلمه ومنها غير المسلمه، وكان هناك حركه ثقافيه ونشاط فكري محموم في بغداد في هذا الوقت. لكن حقيقه ان الدوله الاسلاميه وقتها لم تعرف مطلقا مبدا الحجر الفكري. نعم. ولا مبدأ الإسكات أو مبدأ، بالعكس كان هناك كتب للمعتزلة وكتب للسنة وكتب للصوفية وكتب للجبرية والقدرية، وكان في كتب، وكان تعتبر المساجد ساحات للمناظرة والمحاورة، حتى الأسواق كانت بتبقى ساحات للمحاورة والمناظرة. فإذا رجعنا إلى السنة النبوية نجد إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يربي الصحابة رباهم في واقع وثني، وكان هذا الواقع يعبدون الأصنام، وأيضا كان في يهود قاربين اللي كانوا في المدينة، وكان في نصارى قاربين كانوا في نجران، ومع ذلك ما كانش مبدأ الحجر الفكري أو اللي هو إن احنا نقفل ودنا وعينينا وما نتكلمش وما نشوفش ونتقوقع على أنفسنا، هو ده المبدأ اللي اتعامل بيه الإسلام معه في هذا الواقع اللي كان يعني واقع ثقافي، الثقافة فيه يعني ما هائجة وعارمة. لكن حقيقة كان بدأ التحصين النفسي ببناء الفرد، وكان الفرد المسلم التركيز على بنائه وعلى تربيته وعلى تحصينه فكريا وسلوكيا، هو ده المبدأ أو قاعدة الحماية الأولى اللي اعتمدها الإسلام في مواجهة الأفكار والتيارات الشائعة. نعم. هل في الفترة الأخيرة أو الحالية اللي احنا بنعيشها دلوقتي، هل هناك عدم وعي ثقافي انتاب شبابنا اليوم؟ هي طبعا احنا ما نقدرش نقول، وده كمالة لإجابتي، يعني ان احنا ما نقدرش نقول ان الواقع ان انا هقدر احصن الشاب المسلم من ما يحدث حوله. من طبعا احنا في عهد السماوات المفتوحة والانترنت وسرعة التواصل بين البشر والمعلومات، ويعني احنا في سوق زي سوق عكاظ كده الثقافي، لكن ده سوق اديان يعني وافكار، كل انسان بيقول وبنسمع عن افكار غريبه ومعتقدات اغرب منها وجماعات اشياء عجيبه يعني، وكلها مفتوحه يعني، انت ممكن تدخل على الانترنت على كل المواقع وعلى الفضائيات حتى ما بقاش الانترنت. ففي هذا الواقع لابد ان احنا نؤسس لسياسه لحمايه ابنائنا وحمايه أسرنا وعائلاتنا من هذا الواقع وهذه الثقافات المطروحة والمتاحة على المائدة. هذا الواقع ونبدأ في حماية الفرد منه أولا وابتداء من تحصين الشاب بالعلم الشرعي لنتجنب الشبهات، وبالطاعة والتقوى ليتجنب
الشهوات. اسمح لي ان انا بس هقطعك، اتفضل. لان في نقطه انت بتذكر لي او ذكرت لي كده جمله جميله فيها كلمه الحجر الفكري او الحجر الثقافي، نعم تمام، بيبقى مرتبط ببعض طوائف معينه او بعض مجموعه معينه من الافراد لهم معتقدات فكريه معينه، نعم فبالتالي بيفرضوا على الاخرين ارائهم نعم ومعتقداتهم، صحيح تمام. فانا صحيح شايف ان حاليا مفيش حجر ثقافي او حجر فكري، لان زي ما حضرتك قلت في انترنت، في فضائيات، كله عايز يطلع يتكلم وكله عايز يطلع يقول وكله بقى مثقف، ولكن ازاي اقدر انتقي او ازاي اعرف ان الراجل ده بيتكلم صح، وازاي اقدر اعرف ان الراجل مرجعيته ايه في الكلام، وايه اساسه عشان يطلع يفتيلي ويفتح ويطلع يقول او يفتح الكلام او حاجات غريبة الشكل، مش يعني يسمح لي بعيد اكون البعد عن الدين. هو في نقطة أولا ابتداء على الجزئية الأولى من كلام حضرتك، إن مفيش يعني إن في يعني إن كل الناس كل الطوائف مفتوحة، لا حقيقة لا، إن لا زالت إلى الآن هناك عدد من الطوائف ومن الأديان ومن المذاهب بتمارس حجر فكري قاسي وقوي وعنيف على أفرادها، وده نتيجة إن بيحدث لهم تسرب بشري يعني في تعدادهم، فبيمارسوا حجر قوي ومركز وعلى في منهج التلقي ومنهج التعامل مع الناس. يعني نجد في هناك، يعني انا اذكر في واقعة تاريخية يعني اذكرها، ان كان في العصور الوسطى كانت الكنيسة الكاثوليكية منع الناس بتاتا من اقتراب من الاقتراب من الكتاب المقدس، نعم ممنوع حد يقرأه، نعم ممنوع حد يقرأه، حتى لما ظهر يعني مارتن لوثر، وكان قس، هو كان قس ألماني وكان ابوه قس ايضا، فبيقول ان هو كان عنده حاجه و20 سنه وداخل مكتبه بيتصفح كتب، فلقى نسخه من الكتاب المقدس، فكان اصيب بالذهول يعني، يعني نسخه من الكتاب المقدس، فلك ان تتخيل ان قس وابوه قس وما شافش الكتاب المقدس لحد ما حاجه و20 سنه، نعم ولما شاف المكتبه قعد يفر سريعا عشان خاطر يعني ايه فرصه ثمينه لا تعوض يعني. نعم ولما بدات حركه البروتستانت الحركه المعترضين او البروتستانت تنادي تحت الكتاب المقدس، فطلع قرار في مجمع رمني ان اي واحد يقرا الكتاب المقدس من غير ما يكون معاه قسيس او يقراه باللغه الدارجه غير اللغه اللي كانت متاحه وقتها او الكتاب اللي هي اللغه اللاتينيه، ده يكون محروم، يقع عليه الحرم او ما يقابل عندنا يعني الطرد او اللعن او التكفير يعني. لا، ففي لازالت ولازالت هذه الفكره موجوده الى الان يعني في وسط عدد من الجماعات، لازالت فكره انه بيحاول يحافظ على معتقداته القديمه المتوارثه اللي لا تتماشى مع العصر عن طريق الحجر، والحجر لازال موجود. لكن احنا ازاي نحمي ابنائنا احنا بقى من الحجر؟ يعني الجزئيه الثانيه، فانا الجزئيه الاولى لا، في ناس بتمارس الحجر الى الان حقيقي. طيب ايه، طب احنا ابنائنا نعمل هنحجر عليهم، طب نعمل ايه ابنائنا؟ حضرتك بتقول لا، هو ممكن يفتح مقال موقع ويلاقي كاتب مثلا ممكن يكون اسمه اسلامي، يعني مش شرط يكون ويقرا انا هقول لك انا هقول لك حاجه ويقرا انا متفق معاك ان في بعض الفئات الغريبه الشكل، ولكن دلوقتي يطلع واحد زي انيس ومسمي نفسه انيس الدغيدي، دغيدي تمام، وطالع بقى كتاب، انا يعني مش عايز اذكر اسمه ولا عايز اذكر الكتاب يعني، ولكن هناك بعض الافكار المشوشه بيطرحوها بعض او امثال هؤلاء الاشخاص يعني، فبالتالي اللي يجي عند الشاب او يجي بعض الناس ينشد للكلام ويحس ان الكلام عاجبه، وبالتالي يحصل عنده زعزعه في عقيدته او في ايمانه، فده بيرجع لضعف ايمانه هو الشخصي. هي في نقطه يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك، اول حاجه ان احنا، وده اللي انا كنت بصادق اقول لحضرتك يعني، اول حاجه ان احنا عشان نحصن الشاب لابد ان احنا نوفر له، احنا قلنا علم يحميه من من الشبهات، وطاعه وتقوى تحميه من من الشهوات. العلم، وده للاسف نتيجه الـ يعني مصطلح شائع خاطئ، ان احنا نقول مثلا واحد لازم يتعلم فتلاقيه يبدا يجيب كتب او يقعد عند ناس مشايخ يسمع او يدرس. حقيقه ان العلم ينقسم لقسمين، اول حاجه العلم بالواقع ثم العلم بالشرع. يعني انا ما اقدرش ادي حكم شرعي على مساله انا لا اعلم واقعها. نعم. في حضرتك ضربت مثل على انيس الدجيتي، احنا كنا عندنا في المرصد يعني اول ناس اظهروا حقيقته، يعني بدات بهذه القاعده الشرعيه، عملنا هذه القاعده الشرعيه، وهي اولا ان نعرف مين الشخص. كل الناس اتجهت انها يعني تنتقد الفاظه، تنتقد كتابته، تنتقد حكايته، لكن ما حدش دور مين هو الشخص. فاحنا ما نقدرش نحط حكم شرعي لواقع لا نعلمه، فابتدينا نبحث من هذا الشخص. فاكتشفنا ان هو طبعا كان بيدعي ان هو مخرج سينمائي، وانه اصلا خريج دبلوم تجاره من مدرسه في كفر الشيخ، وخرج منها ثم ادعى ان هو مخرج وراح الى الخليج، وبعدين اكتشف نصبه فقعد
في لبنان فتره وبعدين رجع غير اسمه طبعا نتيجه ارتباط اسمه بفضيحه اللي هي المخرج السينمائي بتاعي انيس عبد المعطي اللي كان هو كذبه كذبها يعني في الخارج، ورجع طبعا لمصر عمل اسم تاني وبدا بهذا الاسم انه يبدا ينزل كتب ومحدش يجهل مين الراجل ده. طب انا يعني ظهور بعد هذه التيارات الفكريه اللي هي بتؤثر على العقيده الدينيه، امثال جمال البنا، امثال سيد القمني واخرهم انيس، ولكن انا شدني مقاله امس على جريده اليوم السابع، الدكتور احمد ابو المجد، احمد كمال ابو المجد، احمد كمال ابو المجد نائب رئيس مجلس حقوق الانسان سابقا، قال كلام غريب قوي، ما اعرفش مش عارف ازاي قاله او ازاي قدر يقوله. يعني بيقول هناك انزعاج قبطي من زياده التدين الاسلامي، واقباط المهجر يستفزون بما هو صحيح وغير صحيح، ومظاهر التدين حاليا شكليه. وكمان بيوصف بعض الشيوخ اللي بيظهروا على الفضائيات الدينيه بانهم لحيتهم طويله طولها شهر، ده رقم واحد. رقم اتنين قال الجلباب، انا عايز اعرف الجلباب ده بيقول ملوش اصل زي ما هو قايل، انا عندي الكلام هنا كله. فما اعرفش يعني هقول لماذا هذا الكلام، رغم ان هو المفروض يكون انسان مثقف جدا وانسان يعلم بواطن الامور. هو يعني هو في نقطه، اول حاجه زي ما احنا هنعمل القاعده اللي قلنا لحضرتك، اول حاجه نعلم الواقع واقع الشخص، ودي قضيه اشكاليه كبيره. يعني انا شايف ان اغلب مشاكلنا الثقافيه ناتجه من ان احنا بنقرا كتاب ما نعرف لا نعلم خلفيه الكاتب او اللي بيقول الكلام، ما تعرفش الكلام ده مين، واحد بيكتب كتاب او واحد الاعلام هي بيظهر طبعا في الاعلام. اليوم السابع نقل عن برنامج القاهره اليوم، انا شفت اللقاء في البرنامج امس مع عمرو اديب، وشفت وتابعته. احمد كمال ابو المجد هو الراجل غير مؤهل انه يتحدث في الاسلام، الراجل كان عضو التنظيم الطليعي ايام عبد الناصر، وده كان معروف بتوجهه الشيوعي، ولا ادري ليه يعني هو اللي اصبح بقى حتى البعض يكتب تحت مفكر اسلامي، يعني ايه مؤهلات انه يكون مفكر اسلامي؟ ثانيا انت لو تلاحظ فيه جزئيه خطيره جدا، ان هو بيتكلم على ان التدين بقى شكلي وبينتقد، ثم عندما بدا هو ينقد اتجه لنقد الشكل ايضا، فبدل ما ينقد جوهر ما يقوله هؤلاء وما يدعوه، لا بدا ينقد شكلهم لحيتهم وصوبهم القصير. ما لا بيقول ايه كمان بقى؟ أرجع أبو المجد أسباب تلك المشكلة إلى زيادة موجة التدين بين الجميع وخاصة المسلمين، موضحا أن التدين نوعان أصيلي وتعويضي، وأن ما يعيشه المجتمع المصري حاليا هو تدين تعويض عن الهزام والانكسارات التي يعيشها، مضيفا أن المهزوم يقرأ يفر دائما إلى هويته. يعني فبيقول برضو فضلا عن الدور الذي تلعبه القنوات الدينية، حيث لا يرى الداعي إلا بلحية طويلة طولها شهر زي ما قلت. واستنكر أيضا أبو المجد تقصير الجلباب، معتبرا أنه تغيب للعقل وجهل في الدين، موضحا أنه لو اعتقدنا أننا سندخل الجنة بإطلاق اللحية وتقصير الجلباب فهذا خطأ وخلل علمي. هو حقيقة أستاذ محمد إحنا دلوقتي قدام خصم محلل وخصم وحكم، يعني إحنا قدام شخص الآن هو قال المشكلة وصفها حلل أزر على حكم، وانت قاعد في قفص الاتهام محدش كلمك، يعني محدش قالك ايه، محدش خد رأيك في شيء. يعني اولا هو انتقد الشكل، ثم اول ما يعني انتقد التدين الشكلي، ثم اول ما بدأ ينقد الشكل ايضا، يعني هو ايضا اتجه الى الشكل، وده يدل ان هو اصلا وقع في نفس ما يحذر منه. النقطة الثانية الاهم ان هو بيقول ان في تدين اصيل وتدين يعني تأصيلي وتعويضي، وتعويضي. طبعا فكرة ان المنهزم يفر الى هويته، حقيقة ان الكلام ده خاطئ، ان معروف ان ودي قاعدة اسسها يعني علماء الاجتماع يعني منذ الازل، وهي ان دائما المنهزم بيتشبه بالمنتصر، يعني دائما المهزوم عنده عقدة انه يتشبه دائما بالمنتصر عليه.